قرر أن يتزوج زوجة ثانية على زوجته لأن طعامها كان سيئا، ولكن ما حدث بعد ذلك كانت صدمة للجميع. وقبل أن نبدأ أدعوكم لعمل لايك للفيديو واشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد من قناة لولو 7. لننطلق. يحكى أن كان هناك زوجة معروفة بالكرم والطيبة وحسن الخلق، قدر الله لها أن تتزوج من رجل عصبي وكثير المشاكل، وكان دائما يشكو من طبخها الذي لم يرق له منذ يوم زواجهما. وعلى الرغم من سعيها الدائم لتقديم كل ما لذ وطاب من الطعام، حيث تظل طوال يومها في المطبخ تحاول طبخ أجمل الطعام لزوجها، ولكنه دائم يقابلها بالصراخ قائلا أن طعامها سيء المذاق وأنه يحتاج إلى المزيد من الملح والمنكهات. حاولت الزوجة الطيبة أن تراضيه كثيرا وأن تقنعه أن الطعام لذيذ وأنه سيعتاد عليه مع الوقت، وحاولت كثيرا أن تشرح له مدى تعبها ومحاولتها المستمرة لتنال رضاه وتحضر له ما يحب، إلا أنه كان دائما لا يستجيب ويستمر في تعنفها بأصعب وأسوأ الألفاظ والعبارات القاسية. كانت الزوجة الخلوقة تصبر وتتحمل وتدعو الله عز وجل أن يهدي زوجها ويوفق بينهما. مرت الأيام على نفس الحال، وسأم الزوج من طبخ زوجته وتصرفاتها، اتخذ قرار بتهديدها لترجع عن تصرفاتها، وقال لها انه سيتزوج عليها ان لم تغير من طعامها وطريقتها. ولكن استمرت الزوجة على نفس الحال، فاخبرها زوجها انه سوف يتزوج غدا، وفعلا احضر فستان زفاف ووضعه في الغرفة حتى تنطبق عليها الحيلة كمحاولة اخيرة منه لتغيير تصرفات وطعام زوجته. وفي يوم الزفاف الوهمي دخلت الزوجة الى الغرفة وقامت بكتابة ورقة صغيرة ووضعتها داخل الفستان وخرجت مسرعة من الغرفة. وعندما جاء المساء دخل الزوج ليرجع الفستان الى اصحابه بعد فشله في تغيير تصرفات زوجته، فاذ به يجد الورقة وبدأ يقرأ الرسالة التي كتبتها زوجته، وكان بها ما يلي: اختي، اردت فقط ان اخبرك ان سبب هذا الزواج هو ان طعامي لا يعجب زوجي لانه خالي من الملح والمنكهات فقط، فزوجي الحبيب مريض بمرض خطير ولكنه يخاف كثيرا من فكرة المرض، فقررت ان اخفي عليه الموضوع حتى لا يصاب بالالم والخوف لانه عصبي واخاف عليه أن يسبب الضرر لنفسه، وأرجو منك ألا تضع الملح أو المنكهات أثناء طبخك للطعام لأنها تضره بشكل كبير جدا ولا تتناسب مع مرضه كما أوصى الأطباء. الحكمة من القصة: لا تتسرع في الحكم على الآخرين، فأحيانا تكون تصرفات من يحبونك صدقا غير منطقية وغير مفهومة بالنسبة لك. ربما تشعر أنهم غير مبالين وغير مهتمين، ولكن في الحقيقة أنهم أكثر الناس لطفا بك وحبا لك. يا الله، نحن ننتظر آراءكم في التعليقات حول هذه الزوجة الصالحة. شكرا على المشاهدة.